هذا وبعث ضباط وضباط الصف أفراد مجموعة كتيبة مدفعية الواجب لقوة دفاع البحرين المتواجدين في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعثوا تهانيهم وتبركاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد، وإلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب البحرين بمناسبة عيد الفطر السعيد. يطيب لنا ان نتوجه بخالص التهاني واصدق الاماني للمقام السامي لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه، والى سيدي صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس مجلس الوزراء الموقر، والى سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منسوبي قوة دفاع البحرين وشعبنا الكريم والأمة الإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مملكتنا الغالية بالأمن والأمان وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. أتقدم بخالص التهاني وأطيب التبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ولسيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ولعموم شعب البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وفي هذه الأيام المباركة وهذه الأفراح نواصل القيام بمهامنا وواجبنا الوطني في كل وقت وفي أي مكان وفي مختلف الظروف. يشرفني ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حمد الله، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا من الله عز وجل أن يعيد على مملكة البحرين وشعبها الطيب بالأمن والأمان، وعساكم من عوان وعيدكم مبارك. ميدان الشرف والتضحية بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى شعب البحرين بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائل المولى العلي القدير أن يجعل أيامنا كلها أفراح وانتصارات، فإننا ماضون في تأدية واجبنا الوطني والقيام بمهمتنا المقدسة في الدفاع عن أوطاننا بكل قوة وعزيمة وبروح معنوية عالية. أهني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب مملكتنا الغالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.